ومن العلامات الصغرى للساعة أن يقاتل المسلمون اليهود حتى ينطق الحجر والشجر وينطق كل شيء، وهذا لم يأتي بعد، ولكن متى؟ إذا خرج الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أخرج اليهود والنصارى، قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وهذا قد وقع منه عليه الصلاة والسلام. لكن القتال الذي يكون في آخر الزمن الذي ينطق فيه الحجر والشجر وكل شيء، هذا لا يكون إلا إذا خرج الدجال. ففي حديث سمرة عند أحمد وحسنه ابن حجر في الفتح لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدجال قال إنه لا يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل اليهود حتى أن أصل الحائط وأصل الشجرة يقول للمسلم وينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. قال عليه الصلاة والسلام ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها حتى تقول بينكم هل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا منها شيئا، من شدة ما يقع للمسلمين من العناء، وينطق كل شيء إلا شجر الغرقد، وهو شجر كما قال النووي له شوك ينبت في ديارهم. قال هذا لا ينطق، والنطق حقيقة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه وحسنه ابن حجر في الفتح من حديث أبي أمامة أن 70,000 من اليهود يغزون مع الدجال، فلا يبقى ما خلق الله من شيء على وجه الأرض من شجر ولا حجر ولا حائط إلا أنطق الله ذلك الشجر إلا شجرة الغرقد، فإنها من شجرهم لا تنطق.